أعزائي المشاهدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا هلا ومرحبا فيكم من جديد مع بطولة اليوم الوطني للصقور 2020. وصلنا معاكم إلى شوط المفاجآت، الصندوق الأسود، رغم أنه وصلنا إلى ثالث البطولات أو رابع البطولات، ولكن إلى الآن فروخ الحرار عندها دائما المفاجآت، وأنتم أعزائي المشاهدين عبر قنوات الكاسمة عليكم للمتابعة. يا هلا ومرحبا فيكم اعزائي المشاهدين من جديد. نتكلم اليوم عن شوط فروخ الحرار والاسماء الموجوده، ودائما وابدا ثامر بن مبارك، مبارك بن ثامر سبيعي. يا مرحبا بك ابو ثامر. الله يبقيك ويرحب بك يا حماد. يا مرحبا. تفاجأت لما قلت ثامر. هذا الشبر من ذاك الاسد. والاسد ذاك الله يرحمه يعني نار على علم من يومه يعني. الله يرحمه. الله يرحمه ويرحم موتانا وموتك وموتى المسلمين. الله يبيه بالخير. امين يا رب. ابو ثامر شلونك اليوم؟ الله يسلمك بخير. امور طيبه ان شاء الله. الحمد لله بخير. الجو حلو. ايه هو الشمال، الشمال الغربي خفيف الحمد لله، ما منعج ما بعج الحمد لله. والله يوفق ان شاء الله المشاركين. نشوف فعاليات اليوم معاكم، كانت الفترة الصباحية وكان الفترة المسائية، الان طبعا دعوا فرخ حر 57 فرخ في شوط. الى الان في مفاجآت، أسماء الموجودة، الفرق الفردية، أبو ثامر صحيح الأسماء اللي قدامك نشوفها، الربع ما شاء الله عليهم، شفناهم من أول بطولة إلى الآن، ولكن نشوف الربع دائما المتواجدين. بس قبل خلينا قبل لا نتكلم في الشوط الفروخ نرجع للشواهين واللي صار أمس. إيش رأيك بالوضع اللي صار أمس؟ أمس أرقام جيدة. الأول نشوف أبو ثامر عبد الله بن عامر ما شاء الله 20-800 الأول، حسن الشقيري من الثاني إلى الخامس، فريق ألزم السادس، حسن الشقيري السابع، حسن الشقيري الثامن، فريق لوسيل التاسع، العاشر عبد الله بن سعيد بن قضيان. دائما وأبدا أبو ثامر حسن الشقيري في الشوط هذا مميز، ودائما هو شوط عرفناه، ولكن دخول معاه الحين عبد الله بن عامر، حتى عبد الله بن سعيد، فريق لوسيل عنده طير مميز، الزم الفرق، الزم ولوسيل وصلنا مرحله خلاص انه دائما في النهايه موجودين ومميزين بامانه، ولكن الشوط هذا كان فتره من الفترات محتكر للحسن الشقيري. هو الله سلمك، امس الطير الاخير هو نفسه حسن، الطير الاخير ظهر طير من طيوره، وعنده اربعه بخمسه امس تاهلوا شوهين، و الله يوفق الشهر راعي شهيد ورع كلهم راعي الشواهيد منافسة. وسبحان الله شوف رغم الجير الشهيد الوحش 20-800، الجير الشاهين 20-300، يعني ما في ذاك البعد في التوقيت. أذكر قلت لي إن راح الوحش بيكسر لا تيم. لا اسمعني صحيح وثامر، انا قلت الوحش بيكسر تيم الجير. شو اللي صار امس؟ الجير جرمه وسابقه ولكن يبقى الوكاله الاصلي الوكاله
الاصلي تمام الاصلي حلو ممتاز ما صح الا صحيح ومع ان الربع ما شاء الله عشاق للجير صحيح نتكلم على الجير تيمات الجير شلون كانت الاسماء اللي شاركت شلون شفت الطيور امس والله جيده 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 و يعني ندرك ان بين الوحش وبين الجير في الاول اجزاء من الثاني صحيح ونشوف فريق النخبه كان الاول حمد بن عبد الهادي دائما مرشح في الشوط صحيح بالنايفه بالنايفه فريق الزم فريق الزم فريق خليفه بن ناصر المسند فريق لوسيل خليفه بن ناصر المسند فريق لوسيل عبد الله بن سعيد وفريق لوسيل متنوع على اسماء ابو ثامر ولكن نشوف نهائي بالنسبه للشواهين الشواهين عبد الله بن عامر وحسن الشقيري اصبحوا عبد الله بن عامر كل شوط ما شاء الله متواجد وداخل وقت كان بدايه اللي قلت لكم عبد الله بن ديه مجتهد والله يوفقه ان شاء الله وعلى مستوى فردي حلو المجموع غير والفردي غير ونروح للفردي تفضل مع المجموعه في الخيمه محمد السعدي الكلمه عندك يعطيك العافيه حماد اليوم فرخ الجير والمنافسه اكيد انها راح تكون شديده طبعا ما لنا غنى عن اراء و كلام اخونا سالم من خجيم الخبير الاستراتيجي بالنسبه لنا يا مرحبا فيك ابو خجيم طبعا شباب يسلمون عليك اليوم عندك ثلاث مشاركات ثلاث طيور كلمنا بشكل عام عن تحضيراتك لهذه المسابقه وعن الاسماء الموجوده كيف شفت حاله الطقس يا مرحبا ومسهلا طبعا الاسماء الموجوده اليوم معروفه وبما انها اخر مسابقه تعتبر في التنشيطيات اللي ما قبل مرمي تقريبا الطيور جاهزة 90% إذا ما كانت 100% الطيور المرشحة وضحت لكن ما يمنع أن يكون في مفاجآت هناك لأن هذه الفئة بالذات فئة الفروخ سواء في الحرار أو الجير أو أي فئة دائما فيها مفاجآت فيها طيور ما كانت جاهزة الحين جاهزة نسأل الله التوفيق لكل الأخوان اللي بيشاركون اليوم الهواء طبعا أخف من أمس وأخف من أول أمس يعني أعتقد أنه مناسب الهواء ومناحر هذا زين من صالح الفرخ نتمنى لهم التوفيق إن شاء الله وخجيم على طار الهواء دامنا مناسب يعني كم التيمات اللي ممكن نشوفها اليوم يعني من 19 18 ممكن نشوف لا 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 19 هذه انسى يعني أتوقع في 21 التيم الأول أعتقد في 21 مخدم والله في سؤال يدور في بالي من أمس يعني نشوف مثلا المشاركة المستمرة من الفرق بالأفراد مسابقة لمسابقة شو البطولة اللي مثلا تقول إن هذه بطولة تجهيزية هذه بطولة بنافس فيها هذه بطولة بشوف والله الطيور الرابع الموجودين يعني البطولة الأولى ولا الثانية ولا البطولة الأخيرة يعني البطولات اللي فاتت كلها هذه تعتبر جس نبض البطولة هذه خلاص هذه المسابقة اليوم الوطني تعتبر اللي هي الاختبار النهائي حق الطيور الطير اللي يكون يعني سليم ما هو بمريض ولا يجيب نتيجة في المسابقة هذه خلاص لا يتعب عليه راعيه لا يتعب يمكن آخر سؤال قبل لا نبلش إن شاء الله عندك ثلاث طيور اليوم داخل فيهم المسابقة هذه كم طير بإذن الله راح نشوفهم في النهائي يعني حسب تجهيزك وحسب يعني رؤيتك لطيورك طبعا انت تخص بطيورك والله انا مشارك بثلاثة اثنين ما لها عذر اتوقع ان ما لها عذر الحمد لله صحتها زينة الجهوزية جاهزة تقريبا ما اقدر اقول لك 100% لكن اقدر اقول لك 90% واحد بقول عذره معاه لان في خلة ما طحت عليها مريض لكن بشارك به ما يمنع يعني ان شاء الله باذن الله اثنين يتاهلون الاهداء الاول حماد الثاني ابو ثامر اسال الله التاهيل اليوم ابغى التاهيل عسى الله يوفقك ان شاء الله امين امين الله يجزاك خير امين هذا طبعا كلام اخونا الخبير الاستراتيجي سالم بن خجيم يقول لك باذن الله تعالى ان عنده طيرين يعني باذن الله انا رايحين النهائي ويقول لك ان المنافسه يعني تعتبر هذه البطوله هي خلاص الختام لإثبات جهوزية الطيور سواء على الأفراد ولا على الفرق عسى الله يوفقهم إن شاء الله بعد شوي إن شاء الله راح بلشوا لكن قبل كل هذا أرجع لك يا حماد في الاستديو قواك الله محمد يعطيك الصحة والعافية والله يا محمد والخبير الاستراتيجي الأستاذ سالم ضيعت حياتي وأنا انتظر أشوف بخجيم في نهائي يمكن راح أروح ولا أشوف بخجيم في نهائي الله يوفقك إن شاء الله بس على الجو اليوم على الجو اليوم وحرار فروخ
حلو. اتوقع في 19 توقع. ابو خجيم قال مستحيل. مستحيل قال ال 21 في حول ال 21. انا اتوقع والله اعلم اليوم فيه 19. ترى شوف احنا نتكلم على في بعض في ما يتاهل ابو خجيم ولا كذا، ولكن انا بروح مع ابو خجيم صراحه. ليش؟ ليش بروح معاه؟ لان خبرته دائما هو يعرف الوضع، يعرف الاجواء. بالعكس نتعلم منه، ولكن هو استاذ. بس انا وجهه نظر اتوقع 19. بنشوف 19 اليوم ان شاء الله على الاجواء هذه ان شاء الله باذن الله تعالى. طيور ما لها عذر يا حماد. تيمات ها ودنا نشوف التيمات صح، وهواء خفيف وشمالي غربي مو بشمال قوي. حلو. امس الهواء اقوى، اليوم امس كانت تيمات في ال 20 20، اليوم اخف. اليوم اخف الهواء يعني منطق نشوف 19 ان شاء الله. قول ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله تعالى. الاسماء الموجوده المرشحه دائما وابدا موجودين الشباب ما شاء الله عليهم، ما نقدر نتكلم عن اسم ونخلي اسم، لان الاسماء كلها مرشحه بامانه. صحيح كلهم معروفين واصحاب خبره. ثامر من ترشح انت من الموجود؟ انا اشوف اسم فريق البيرق موجود والان مع اول المتسابقين فريق النخبه اول لطيور اليوم. الله يوفقهم ان شاء الله. شوف فريق النخبه والانطلاقه. الله يوفقهم ان شاء الله. نبي نشوف تيم. كان في شيء في الميدان او الى الان ما اعطوا الانطلاقه. انا مستعد اشوف حمام ثنتين بدايه البرنامج. ما ادري والله. مستبعد الطير فريق النخبه معوضين خير ان شاء الله. خلص الوقت ولا طلع الطير يا ابو ثامر. السلام راسه. الله يعيضه ان شاء الله. يمكن خيره. صواديف هاي تمر ابو ثامر. صحيح صحيح صحيح. عندهم طير اعتقد في 19 رقم 19 النخبه. وعندهم طال عمرك اللهم صل على محمد. عندهم 51. ويمكن ان شاء الله خيره. خيره باذن الله ان شاء الله. معوضين خير يا فريق النخبه. منتظر حمد بن عبد الهادي بن نايفه. انتظار حمد بن عبد الهادي بن نايفة. خطير بن نايفة طبعا مرشح دائما في كل الأشواء. صحيح. ثامر زاد الهواء شوي؟ لا لا نفس ما تغير. شوف 19 ان شاء الله. كنا ان شاء الله احسنا. صعبه شوي صراحه 19. لكل حال الحديث خلنا نبدا ونشوف وعقب. الحين حتى الطير الاول فريق النخوه ما انطلق. استبعد وعندهم طيرين. عندهم 19 واللهم صل على محمد. وعندهم طال عمرك 51. والمرشح دائما في الشوط هذا عرمرم. عرمرم من الطيور المرشحة.
ملفت الانتباه في هالموسم هذا، رغم انه ما توفق في اخر بطولة. طبعا طير باسم عبد الله بن ناصر، عبد الله بن ناصر المسند مع الأنير حمد العرجاني، وانتظار المتسابق اللي بعده. اتهيأ اليوم ابو خجيم بيتأهل ابو ثامر. الله يوفقه ان شاء الله، يوفقه الجميع. موضوع تأهل ما تأهل الله أعلم، ونشوف بالنايفة. بالنايفة الله يوفقه إن شاء الله. ثاني لطيول اليوم نرحب طبعا في معلقنا المميز دائما عدنان الفهري، تعليق على هالشواط. الله يرحبك على فضله أخوي حماد، مسي عليك بالخير، مسي على المشاهدين أيضا الكرام، مسي على محللنا وتامر الصحة والعافية. إذن مشاهدينا ومتابعينا الكرام، ثاني الانطلاقات في هذا اليوم في هذه البطولة، بطولة اليوم الوطني للصقور لعام 2020، هذه البطولة الغالية على الجميع اللي تحمل اسم اليوم الوطني. أدام الله على وطننا وعلى قطر الأمن والأمان والاستقرار يا رب العالمين. يلا يا ابو عبد الهادي، في انتظار هذه الانطلاقه مع حمد بن عبد الهادي بن محمد بن مبارك بن نايفه. ما شاف الطير. الوقت يا ابو عبد الهادي. سبعة. سبعة. وراها طيورنا اليوم ابو ثامر. ما شافت. الطير الاول والطير الثاني. ما شاف. الجو صافي يعني، ما في ذا، ما في رؤية واضحة. عامل الحظلة دور يا حماد، أرزاق توافيك، أرزاق. يمكن شوف الطير الأول والثاني حماد الاستبعاد لصالح غيره. الطيور هذه، الطيور هذه أبطال يا أبو ثامر. الطيور هذه دائما دائما تأهل، قدر الله ما تأهل. ويمكن ما شاف طيرك يا حماد لي فرصة هذه يا أبو ثامر، توافيك ترى وعامل الحظلة دور في جميع المسابقات، في أي مسابقة توافيك. والانطلاقة الثالثة مع إن شاء الله تكون الانطلاقة الأولى في اليوم. إلى الآن الطيرين ما طلعوا. شوف فريق قلزم وأبو علي، خلينا نشوف أبو علي. أبو علي خطير. إذن مشاهدينا الكرام، في انتظار هذه الانطلاقة ثالث الانطلاقات، تمت الانطلاقة فعلا، ستكون أول الانطلاقات الفعلية على أرضية الميدان هنا في موقع المسابقة في أبا القراريس، في انتظار فريق إلزم. فريق إلزم في هذه اللحظات. شوف أبو علي، يلا يا أبو علي إن شاء الله أنه يطلع. اللهم صل على محمد. نعم مشاهدينا متابعينا الكرام، أول الانطلاقات في هذا المساء مع عزام لفريق إلزم. عزام عزام عزام، نشوف ونتابع معاكم هذا التحدي وهذه الإثارة مع عزام. أبو علي تابع عزام في هذا المسار، ما شاء الله تبارك الرحمن ولا إله إلا الله على هذه الانطلاقة والاندفاع من عزام. والتوقيت الزمني 23.500. ما هو عزام هذا أبو ثامر؟ لبيك. نعم انطلق مساره ممتاز، ولكن جناحه أمانة غريب يعني، ما حرق الطير. والله الطير ما يعني أول مرة أشوفه، ما تابعته، ولكن بعد شيء الانطلاقة الطير عقوته بيطير محل ما باللي يقطع يروح، ما قطع يبيك في المسابقة الطير يروح يقطع لناحر الهواء يروح وقابل التراب. صحيح مساره ممتاز، ارتفاعه ممتاز، ولكن ما احرق الطير، ما عطل. عبد الله بن سعيد، الله يوفقه ان شاء الله. رابع الانطلاقات مشاهدينا الكرام مع عبد الله بن سعيد بن عبيد بن قطيان المري مع مذخور في هذا التحدي وفي هذا المسار. يلا يا ابو سعيد نشوف ونتابع هذه الانطلاقه،
نشوف رحلة البحث عن توقيت عن تحدي. بسم الله على بركة الله مشاهدينا متابعينا الكرام، نشوف ونتابع معاكم هذه الانطلاقة لمدخور مدخور مدخور لعبد الله بن سعيد بن عبيد بن قطيان المري اللي تابع مدخور في هذه اللحظات. مدخور يا مدخور، مدخور يا مدخور، مطلوب أداء يا مدخور، مطلوب توقيت يا مدخور، نشوف ونتابع. ما شاء الله تبارك الرحمن، لحظة الوصول والتوقيت الزمني لمدخور 23500. 23500 نفس طير فريق الزمن. ما أحرق الطير؟ لا أقدر، لكن هذا كذا زاد الهوى شوي. هذا التيمات؟ آه بلشنا. لا لا أبو ثامر، لا أنا أنا مع الخبير أبو ختيم، قال اليوم 21 ممتاز، وانت قلت بنشوف 19 ان شاء الله، عشان ذكر المشاهدين بعد انه ان شاء الله ان شاء الله على التيمات وعلى الوضع الهواء اللي احنا فيه ان شاء الله. ولكن الى الان 23 بنشوف الطيور مسارها، مسارها سيده، ولكن تحس ما شفنا الاداء للحين. لا الاداء اللي تبيه ما شفناه للحين، مع ان اللي هدوا كلهم ابطال ما شاء الله، فريق الزم وعبد الله بن سعيد، طير حمد بن عبد الهادي بن نايفه ما طلع، ما طلع، وطير النخبه ما طلع، الحين دور حمد بن هادي بن نايفه رقم 5 صحيح، وخان تعوده ما شاء الله في الكشف، ونشوف وموفق ان شاء الله يا ابو عبد الهادي، الله يوفقنا وياهم. خامس خامس الانطلاقات مشاهدينا الكرام مع حمد بن عبد الهادي بن محمد بن مبارك بن نايفه في هذه اللحظات. شوف مبارك بن عبد الهادي بن محمد بن مبارك بن نايفه، يلا يا ابو عبد الهادي شوفوا نتابع هذه الانطلاقه، خامس الانطلاقات في هذا المسار مع هذا التحدي. ما شاء الله راكد الطير، إذن بسم الله على بركة الله مشاهدينا متابعينا الكرام، نشوف هذه الانطلاقة، نشوف هذه الاندفاعة مع أبو عبد الهادي في هذا المسار. ما شاء الله تبارك الرحمن يا أبو عبد الهادي على هذا الأداء وعلى هذه الانطلاقة اللي نشوفها ونتابعها أمامكم. ما شاء الله تبارك الرحمن ولا إله إلا الله، بنشوف توقيت، نشوف توقيت، نشوف توقيت، نشوف التوقيت، نشوف التوقيت، نعم نشوف 22400 أول، 22400 إلى الآن الأول، دخلنا في بحر 22 يا أبو ثامر. ابو عبد الهادي طلع له طير الحمد لله الحين 22400 الاول، طبعا البغيه تاتي ان شاء الله، خمس طيور اللي انهدت شلون اداء الطير؟ اللي هدت ثلاثه الزم و... وعبد الله بن سعيد وعبد الهادي اثنين سبع دو، نقول الموجوده على الكشف صحيح صحيح، اخيرهم طير حمد حاليا 22400، الاثنين اللي قبله 23500. زين اداء الطير شلون شفته؟ جيد. نشوف بعد جيد. بعد طير الشيخ جاسم بن مبارك لاحمد الثاني موفق يا علي بغان، اذا حامل الرقم 8 في الكشف الشيخ جاسم بن مبارك بن عبد الله لاحمد الثاني في هذا التحدي، ثامن المتسابقين. بسم الله على بركة الله مشاهدينا متابعينا الكرام، نشوف ونتابع هذه الانطلاقة في هذه اللحظات مع هذا المسار، مسار التحدي، مسار الإثارة، مسار القوة، مسار السرعة في هذا المساء. نشوف ونتابع هذه الانطلاقة يا مشاهدينا ويا متابعينا الكرام، نشوف الاندفاع لحظة الوصول بالتوقيت زمني وقدره 25 فلات، ضيع عليه اليسار، هذا يسار واجد. شلون كان اداء ابو ثامر؟ جيد، بس اعتقد عنده افضل، يعني اعتقد بعض الطيور عنده الافضل من خذ يسار، خذ يسار وايد، خذ يسار وايد، خذ يسار، خذ يسار، لو انه 25 تقريبا بعيد. اي اي حاليا الاول 22400 والثاني والثالث تقريبا 23500 الأول إلى الآن حمد بن عبد الهادي بن نايف صحيح 24 وكم؟ 24 بن نايفة؟ لا لا الشيخ جواسم 25 فلات والآن
مع الخبير الفني والاستراتيجي وقائد حملة فروخ الحرار ودائما متواجد في هذا الشوط. الله يوفقك. الأستاذ سالم بن خجيم. فالك التأهيل يا أبو خجيم. ونتابع. تاسع الانطلاقات مشاهدينا متابعينا الكرام مع سالم بن خجيم بن علي العذبي، ونشوف ونتابع انطلاقة مرجوج يا مرجوج لسالم بن خجيم بن علي العذبي. نشوف هذه الانطلاقة ونشوف الاندفاع في هذه اللحظات مع هذا المسار. ويلا يا ابو خجيم، يلا يا ابو خجيم، بخجيم يا بخجيم مع مرجوج في هذه الانطلاقة في هذا الأداء. نشوف بخجيم، نشوف نظرات التأمل، نظرات الأمل على مرجوج في هذا المسار. وتوقيت مرجوج لحظة الوصول 24200. 24200. شوف الجميل انه ما ارتفع، لان في عادات تقاليد شفناها في الطيور ابو خجيم. الارتفاع. الارتفاع. هو ما ارتفع ما شاء الله ومشى 24200. عطني ابو ثامر، خليك من الاسماء الحين وخليك من التسجيل عندك هنا. شلون كانت عطني؟ الله يوفقك ان شاء الله. هذا طير بارتفع مرفوع يعني لو ارتفع حماد. واشوف بخجيم هز راسه مو بعاجبه. اول ما هد الطير سالم، اول ما هد الطير حرك في رفس ظهر الطير. سالم يهز راسه بعاجبه طيور الطير. اشوف 24200 بعيد يا ابو بعيد. لانه هو الخبير قال 21 ممتاز، قال 21. نشوف الحين احمد بن عبد الله بن فهد الخاطر، ودائما طيور احمد في الفروخ دائما يفاجئنا، واللي هد محمد بن حمد. الله يوفقه ان شاء الله. عاشر الانطلاقات مشاهدينا متابعينا الكرام محبين مسابقات الدعو في كل مكان مع أحمد بن عبد الله بن محمد بن فهد الخاطر، من يقدم كرار في هذا المسار. كرار يا كرار، نشوف ونتابع انطلاقة كرار. ما شاء الله تبارك الرحمن، هذا كرار أمامكم مشاهدينا الأعزاء بهذه الاندفاع وهذه الانطلاقة. يلا يا كرار، يلا يا كرار، يلا يا أبو عبد الله. نشوف توقيت، نشوف توقيت، نشوف توقيت يا أبو عبد الله مع هذا المسار ومع كرار. يا كرار، كرار والتوقيت الزمني لحظة وصول كرار 24800. 24800. الحين اللي يحاول ينافس يوصل 22. الحين اداء الطير هذا ابو ثامر اداء محله، يطير لكن ما يقطع. شفناه على الشاشه. شوف 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 الاعاده. شوف شوف يا حمار، مساره ممتاز، مساره ارتفاعه لكن ما ارتفع مسوح، لكن شوف محله ما يقطع، ما باللي يحرق يروح. بينا جناح قوي غريب صراحه. على الهواء ذي بينا جناح قوي غريب. اليوم الطيور ما حرقت، ما عطت الاداء النبي الى الان. ما شفنا الطير اللي احرق ولا الهواء، ما اعرف. الهواء على كل طير، على الطيور كلها. في بعض الهبات ابو ثامر تجي هبه ها شوي هاي توافيك هذا تو حظك. شوف فريق الشام والهد محمد بن حمد. محمد ايش موضوع محمد بن حمد اليوم؟ ما شاء الله لكل افرقه شغال عليه طلب. يعطيه العافيه. هذا خليفه سعد الحمدان على فكره في الميدان. ها الله يمسي عليه، امسي عليهم كلهم بالخير، الله يذكرهم بالخير. هو سعد. اذا مشاهدينا الكرام في انتظار انطلاقه فريق غشام في هذا المسار. نعم انطلق فريق غشام، شوفوا نتابع هذه الانطلاقه يا مشاهدينا الكرام. هذه انطلاقه فريق غشام. ارتفع ارتفع الطير، غير مستقر غير مستقر. شوف ارتفاع لطير فريق غشام. ان شاء الله يرجع للمسار ويعدل، ويحاول ان شاء الله انه يعدل في ما تبقى من هذا المسار. لا لا الطير غير مستقر غير مستقر. شوفوا نتابع معاكم لحظه الوصول، أقول لكم معاوضين خير يا فريق الشام. والتوقيت 26 فلات. ها أبو ثامر ظهر يسار وارتفع الطير
ترى الارتفاع واذا الشاطئ التهريبي واليسار اجزاء الثاني محسوب عليه، اجزاء الثاني محسوب عليه. حصل ارتفاع هذا او ارتفاع بيسار بس راح الطير عقب 26 معناته معوضين خير يا فريق الشام. صحيح. زاد الهواء والنار. صحيح. هبات هبات. حظ 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 فريق سفير. باقي عنده سالم طيرين صح؟ صحيح ثلاث طيور. واحد خلاص باقي طيرين. كان ما يصلب الهواء يزيد يا حماد. ايه حظ صارم. شوف فريق مسامير رقم 12. اذا مشاهدينا الكرام في انتظار هذه الانطلاقه، انطلاقه فريق مسامير احد الافرقه المميزه المتواجدين دائما في هذه التحديات، من يطمحون لانتزاع توقيتات الانتزاع المراكز المتقدمه في مثل هذه المسابقات. إذن بسم الله على بركة الله مشاهدينا الكرام نشوف هذه الانطلاقة لفريق مسامير في هذا المسار. نعم خد يسار، خد يسار أقصى اليسار في هذا المسار وفي هذا التحدي. شوفوا نتابع معاكم يا مشاهدين، يلا نكتعينه إن شاء الله، يلا نكتعينه يوصل للداعي في هذا المسار مع فريق مسامير. يلا يا فريق مسامير، الكل في الانتظار، الكل في الانتظار لحظة الوصول. 26 فلات، 26 الطيور ما تقطع يا ابو، ما تقطع. خذ يسار يا حماد، خذ يسار، خليك باليسار لكن مع شبنا الطيور تاخذ يسار لكن تعوض جناحه يعوض، ولكن الطيور ما الى الان ما شفنا الطير اللي احرق او ادى ما او اداء اللي ممكن. الطير طبعا 22 يعتبر مميز جدا الان. صحيح صحيح، اللي هو طير بالنايفه. صحيح 22 400 حتى الان احنا وصلنا الرقم 13 أو ابو ثامر انت وايد وايد مهتم في الـ في الـ في الارقام وفي الكشف. نبي لازم اسجل عشان حلو. عشان اللي سالتني اطلع عليك. لا ما عليك، الامور طيبه. اشكرك كل مسجل معك. انا بنتكلم على اداء الطيور، ليش الطيور الى الان ما ادت مع ان الهواء يعني شفنا اقوى من الهواء وغبار وغيره، ولكن الى الان ما اعطت. امس الهواء اقوى بس شوي 20 800 وجير شيء 20 و300 يا عاد ملعبك شواهين ابو ثامر. لا بتحط حماد بتحط سبق الشهيد مثل الحر. مستحيل. من الاسبق الشهيد. صحيح 100%. هاي الشاهين الجير ولا الوحش؟ لا الوحش الوحش. هذه السالفه نشوف التسابق اللي بعده. علي بن خالد بيعطون الاسم الشباب. محمد بن خباب او النعيمي. علي بن خالد بن راشد الجبر النعيمي. إذن مشاهدينا الكرام في انتظار هذه الانطلاقة مع المتسابق رقم 14 علي بن خالد بن راشد الجبر النعيمي. نعم هذه الانطلاقة نشوف ونتابع معاكم يا مشاهدين ويا متابعين محبين مسابقات الدعوة في كل مكان. نشوف هذا التحدي، نشوف هذه الانطلاقة مع علي بن خالد بن راشد الجبر النعيمي. يلا يا أبو خالد، يلا يا أبو خالد، ما شاء الله وتبارك الله، ما شاء الله على هذه الاندفاع وهذه الانطلاقة مع أبو خالد. يا أبو خالد، أبو خالد، يا أبو خالد، نشوف ونتابع لحظة الوصول بتوقيت زمني وقدره 26. شو اللي يصير بالضبط؟ ارجع الراي عادي يا حماد. لا 19 صارت بالاحلام على اداء الطيور اليوم وعلى الـ على الـ مستحيل. على الجو بصراحه مستحيله، لكن والله يمكن يمكن والله يجوز. شو كان اداء الطير اليوم؟ جيد والله، جيد مساره، جيد طلاقته جيده، لكن لا اروح معاكم مع حركه الدكتور مختير. لا صراحه دكتور على الطيار يا حماد 26 مع الدكتور مختير. صحيح والله.
لا على حماد اكون واقعيين الان مع الدكتور اللي سماه ابو ثامر الان والخبير الفني والاستراتيجي سالم بن خجيم مع ثاني طيور سالم في هذا المساء. واضح واضح. إذن مشاهدينا متابعينا الكرام في هذه الانطلاقة أيضا في انتظار أبو خجيم سالم بن خجيم بن علي العذبي من يقدم لنا واضح في هذا التحدي وفي هذا المسار. يلا يا أبو خجيم مع واضح وانت واضح نشوفك واضح أمامنا مباشرة على قناة الكاس الرياضية. إذن بسم الله وعلى بركة الله مشاهدينا متابعينا الكرام هذه انطلاقة واضح ما شاء الله تبارك الرحمن يا أبو خديم. نشوف انطلاقة واضح وأيضا أبو خديم حاضر يتابع هذه الانطلاقة والاندفاع مع واضح. يا واضح 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 لابن خديم في هذا المسار. نعم واضح واضح الأداء مع واضح واضح الانطلاقة واضح اندفاع واضح وتوقيت واضح 23-300 الله أكبر 23 الله أكبر على المسار وعلى الانطلاقة والثاني أبو خجيم يستاهل الله يطلع. إلى الآن 23-200 يا صحيح. الله يا كريم أشوف اللي يتأهل أبو خجيم للنهائي يا الله يا كريم حماد. هذه أمنية الله الله يرزقك إن شاء الله ويوفقك إن شاء الله آمين يا رب. حماد أنت طلبت له قبل صحيح طيوره على مستوى المسابقات اللي راحت أن الطيور ما ترتفع أبشر الطيور قامت تسوح الأوكي سوح ما شاء الله واضح 23 يعني أفضل من الأولي فرق شاسع شاسع طبيعي. هو ما كان راضي على انطلاقة الأول كان كان متعومس أول ما طلع أول ما ظهر بيهد حتى وجهه مو بزين الدكتور سميته صحيح دكتور دكتور بخجيم سالم يستاهل أنت صغير بسنك بقدرة سالم ما يحتاج ما يحتاج أبو بخجيم أستاذنا كلنا ونتابع الآن فريق لوسيل 17 إذن مشاهدينا الكرام انطلاقة فريق لوسيل في هذا المسار. فريق لوسيل أحد الأفرقة المميزة اللي دائما ما يتواجدون في مثل هذه المناسبات ما شاء الله تبارك الرحمن ولا إله إلا الله على هذه الانطلاقة وعلى هذا اللي يقدمونه فريق لوسيل في هذا المسار وفي هذا التحدي. توقيت زمني بنشوف توقيت نشوف توقيت ما شاء الله تبارك الرحمن 22-700 بلشنا لا بلش حلو حلو ما شاء الله يا فريق لوسيل 22-700 ثاني أبو خجيم عاد صار. عاد إيه صحيح عاد بالنايت مسطر الحين نعم 22-24 طير بالنايت أمامنا مميز كأول كأول الانطلاقات اللي شفناها بعد طير عبد الله بن سعيد و22 راح نشوف عاد عاد باقي اسماء صحيح الحين جاك المسند عبد الله بن ناصر الله يوفقك ويا ابو خالد سليم عبد الله بن ناصر عبد الله بن ناصر اللي هو اللي هو مع العرجاني صح صحيح محمد بن عبد الله العرمرم نعم ما ادري طلعت مع لا طير مميز الموسم هذا شفناه أمانة التأهيل وفي النهاية أخذ الأول شفت الطيارة في الهواء وشيء ما شاء الله عليه الله يبقى. ما شاء الله عليه إن شاء الله طير بخجيم الثالث إن شاء الله إنه يكسر طيرة فيه على الأقل شوي يضمن إن شاء الله إنه يتأهل الله يبقى إن شاء الله. بالنايفة إلى الآن متصدر طير رقم 5 صحيح فريق لوسيل الثاني بخجيم الثالث دكتور دكتور يصاح انت خسرت الخبير الفني والاستراتيجي دكتور. قلت الدكتور حطها بين قوسين فريق الزم الرابع عبد الله بن سعيد الى الان الخامس الانيق في السناح العرجاني ولكن دار هوا يا الانيق استقوى الهوا يا ابو ثامر لا استقوى استقوى صراحة بأمانة استقوى عشان نكون واضحين يعني
ما ادري ما اعرف شو الحظ معاك يا ابو عبد الله، لكن حظه زين ان شاء الله باذن الله. عرمرم تكون لك كلمه ان شاء الله. استقوى. الانطلاقات متواصله مشاهدينا الكرام في بطوله اليوم الوطني للصغور لعام 2020. نشوف نتابع. وصلنا وإياكم إلى المتسابق حامل الرقم 18 عبد الله بن ناصر بن عبد الله بن أحمد المسند مع عرمرم. يا عرمرم عرمرم وما أدراك ما عرمرم. نشوف نتابع انطلاقة عرمرم يا مشاهدين ويا متابعين في هذا المسار. يلا يا أبو عبد الله، شوف حمد بن عبد الله العرجاني في هذه اللحظات، ونشوف انطلاقة عرمرم. يا عرمرم ارتفع عرمرم، لكن ان شاء الله يرجع يعدل المسار ويتدارك الوقت عرمرم. نشوف ونتابع هذه الانطلاقة، ما شاء الله تبارك الرحمن. عرمرم يا عرمرم عرمرم يا عرمرم. نشوف ونتابع الاندفاع والانطلاقة، هذه انطلاقة عرمرم امامكم مباشرة مشاهدينا متابعينا الكرام. نشوف لحظة الوصول والتوقيت الزمني 23:09 23:900 في اقوى دوره هواء. صحيح في 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 الشوط بامانه نتكلم. صحيح نتكلم. خذ يسار مرتفع ورجع والسادس الى الان. صحيح 23:900 قوى الهواء وارتفع وخذ يسار 23:900 شو اللي يدلك عليه ابو ثامر هذا؟ قوه الطير. طير قوي عوض جناحه عوض. صحيح ولكن 23:900 شوي خطير الدين. عاد باقي ورق سابقين. صحيح. ما تعرف اسيام، ما تعرف جو الهواء، ويمكن يخف الهواء. عامل الحظ وله دور يا حماد، ارزاق ربي يوزعها سبحانه. تجهز طيرك من اول الصفري وتدخل للسعر تو الانطلاقه وانت تسولف مع صالم وما يأدي، والطير ما تجهزه ويأدي، هذا توفيق وارزاق. شوف فريق النخبه 19. التواصل لا زال مستمر مع حضراتكم مشاهدينا متابعينا الكرام مع هذه هي الانطلاقة، انطلاقة فريق النخبة في هذا المسار، في هذه البطولة الغالية على جميع الصقاقير وعشاق الدعو، رياضة الدعو. إذا نشوف نتابع ما شاء الله تبارك الرحمن على هذه الانطلاقة لفريق النخبة، ما شاء الله لا إله إلا الله على هذا المسار. ونشوف إن شاء الله توقيت إذا استمر هذا الأداء اللي نتابعه، ما شاء الله تبارك الرحمن، ما شاء الله لا إله إلا الله، ما شاء الله تبارك الرحمن. نشوف هذا الأداء ونشوف هذه الاندفاع والانطلاقة والتوقيت 22:300 أول الأول 22:300 فريق النخبة ما شاء الله الأول. شلون كان الأداء أبو ثامر؟ ما شاء الله على المسار. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، طير جناحه قوي حاليا لهذا الطير، هو اللي أدى صح 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 هو الصح. صحيح أدى مع احترام الصقاقير والطيور اللي معاهم أدوا، ولكن الطير من طير يختلف، ومساره ممتاز، جناحه ممتاز، مرتفع، والطير هذا مرشح على فكره دائما. سبحان الله شو العرجاني من ساعه، العرجاني نفسه يرشح الطير هذا دائما. صحيح وزاد الهواء في حظ المسند. صحيح الحين شوي رجع يعني اخف. سبحان الله ارزاق يا حماد توافيك. بس ايه صحيح بس جيد جيد، الله يوفقهم ان شاء الله. عبد الله بن سعيد الله يوفقه ان شاء الله. نشوف انطلاقة عبد الله بن سعيد بن عبيد بن قطيان المري في هذه اللحظات مع عزام. عزام اذا بسم الله على بركة الله مشاهدينا متابعينا الكرام، هذه انطلاقة عزام يرجع للمسار. عزام نعم نشوف عزام في هذا المسار لعبد الله بن سعيد بن عبيد بن قطيان المري. ما شاء الله. يلا يا ابو سعيد، يلا يا ابو سعيد، نشوف التوقيت، نشوف التوقيت، نشوف الحدث، نشوف الإثارة في هذا المسار مع انطلاقة عزام. يا عزام عزام يا عزام وعزام، لحظة الوصول ب 23:800 23:800 زين بدأ 23 و22 بدينا ال22 ما شفناها إلا مرة واحدة. صح
لا مرتين 22 300 و 22 400. صحيح، النخبة وبالنايفة. صحيح. 22 700 و700 عندك المسند. ثلاثة أوال 22 22 300 و 22 400 و 22 700 هذا ثلاثة الأوال. ما شاء الله تبارك الرحمن. نشوف طريق 22 الشيخ جاسم بن مبارك الأحمد الثاني. بسم الله على بركة الله. مشاهدينا الكرام الانطلاقات متواصلة، نشوف هذه الانطلاقة وصلنا إلى من يحمل الرقم 22 في الكشف، هذا المسابق الشيخ جاسم بن مبارك بن عبد الله الأحمد الثاني، دائما ما يتواجدون نشوف حضورهم قوي ومميز، نشوف هذه الاندفاع ما شاء الله تبارك الرحمن ما شاء الله ولا إله إلا الله على هذا الأداء وعلى هذا المسار. نشوف ونتابع لحظة الوصول ونشوف التوقيت ما شاء الله تبارك الرحمن 23 700. 23 انطلاقة ما شاء الله ممتازة، مسار ممتاز وتيم إن شاء الله إنه يساعد. 23 700 خطر محل لا 23 700 بعيد شبه بعيد، أنا فيه 23 500 2 ونشوف بيعطونا التيمات الربع بعد شوي نشوف الترتيب. طبعا في غياب الفريق البيرق سالم بن خجيمه 16 كم تيمه 16 اسمه في الكش 16 في الكش كم تيمه طير الثاني 23 300. الله يذكر ان شاء الله. طبعا غياب فريق البيرق لاني تواصلت مع الشباب ناصر وعلي الله يحفظهم مسافرين الله يحفظهم يرجعون بالسلامة كان جانزين وإن شاء الله في المعترك الكبير يكون جاهزين إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله في مرمي نجتمع إن شاء الله على خير إن شاء الله. انتظار المسابق اللي بعده زم أبو علي واستقوى الهواء يا أبو علي سبحان الله. استقوى الهواء من كلب. لا إله إلا الله. إذن مشاهدينا الكرام نشوف نتابع انطلاقة فريق ألزم في هذا المسار. ألزم يا ألزم ألزم يا ألزم مع هذه الاندفاع لفريق ألزم في هذا المسار وفي هذا التحدي. فريق ألزم فريق مميز دائما يتواجدون بنوعيات قوية. فريق ألزم ما شاء الله تبارك الرحمن ما شاء الله تبارك الرحمن. نشوف ونتابع نشوف ونتابع لحظة الوصول نشوف التوقيت مع فريق ألزم بتوقيت زمني وقدره 24 لا تزل على الطير يا أبو علي عز الله. استقوى الهوى من يوم هده قبل لا يهده صحيح توافي ولا ما شاء الله مساره وجناحه جيد 24 استقوى الهوى 24 أخن. صواديف وحظ نفس حظ سبحان الله عرب رب المسند صحيح صحيح. إلى الآن ثمان غيابات صحيح مع اللي هده وثمان غيابات إلى الآن وفي بعد في غياب أكيد اشدره أكيد شل أكيد لا عندك لا ربع موجودين مسلسل الكاش 57 صحيح الحين ثمانية
عد من جديد. نشوف فريق سمير 27. إذن بسم الله على بركة الله مشاهدينا ومتابعينا الكرام، نشوف انطلاقه لفريق مسيمير من الانطلاقات المميزة، نشوف الاندفاع ما شاء الله تبارك الرحمن على هذه الانطلاقة وعلى هذا الأداء. يلا يا فريق مسيمير، يلا يا فريق مسيمير، مطالبين بتوقيت، مطالبين بحضور، مطالبين بأداء. نشوف نتابع ما شاء الله تبارك الرحمن، التوقيت في خطر، التوقيت في خطر، التوقيت في خطر، ما شاء الله تبارك الرحمن. 22-300 فريق مسيمير يستاهلون صراحة، فريق أنا تكلمت عليه من أول بطولة إلى الآن، فريق بدأ من أول بطولة إلى الآن تطورت طيورهم بشكل مخيف للوصول إلى طبعا إلى مرمي. الشباب مميزين بأمانة، 22-300 صحيح. إيه حنا بيتأهل بأي 22 صحيح، وطاح له يعني ايه خف الهواء. سبحان الله يا حباد توافي. شوف حباد الحين قلت لي، شوف قبل ما يهد فريق السمير قلت لي 8 غياب صح؟ صحيح. الحين 10 الحين 10 الزم لوسيل مهد. ما انت مبسوط انهم غايبين؟ لا يعني لا لا بالعكس بالعكس، احس فرحان يعني الحين 10 انا قلت لك عد من جديد، عد من جديد صحيح. الحين 10 بس هدف اللي عندك في الكشف الغيابة 27 اللي هدوا الآن فريق سمير 22-300 صحيح. الثالث أو الثاني 22-300 لا فيه بعد زاف الثاني عندك النخبة 22-300 بعد، بس ما أدري كم فيه الفاصل من الأجزاء الثانية، ما أدري كم صار أبو خديم يمكن السابع الثامن الثامن والأسماء الموجودة واجد في غياب. هذا عبد الله بن عامر ماهد لا إله الخامس الخامس أبو خديم الخامس إلى الآن خطير، خامس خطير دكتور، والله خطير يا حفاد دكتور إذا الخامس هذا الصراحة مع قلبه وقالي أبو خديم. أبو خديم كان له طيرين في العشرة، طير إلى الآن الخامس وطير مع السلامة. أول واحد مع السلامة، أول واحد خلاص هاي ما حسب ما حسب الحساب، هو ما حسبه أصلاً، هو يوم يهد حماد وايها شايد الله يذكره في الخير، الله يذكره في الخير بس يعني بالخير. لكن إلى الآن الخامس الآن الظروف، ظروف الدكتور أبو خجيم شلون الآن ما أنه هو الخامس إلى الآن الحين تعيده في الخيم يدور ما يجلس خلاص ها. تعرف شو اللي سواه زعاج الطول اللي طافت الحمدان عشان يتأهل الحمدان كان العاشر، وعاد باقي كم طير؟ 5-6 طيور وراه، كأني في قلبه تعرف شو يقول؟ يا رب ترتفع الطيور يا رب يدور هواء يا رب الدكتور ما يا رب ينزل يا رب ينزل ثلج اللي هو بس اني اتأهل النهائي. لكن الآن الدكتور لا وضعه سليم، واضح الخامس ولا اروع خامس بس باقي طيور يا ابو يا ابن الحلال قول قول الارض يزيد الهواء سبحان الله يجي عاد انت كان خلك كان الرصد الجوي ناخذ اخبار هو يكلمهم الحين يتصل فيهم هو. نشوف الحين المتسابق رقم 29 فريق مسيمير ايضا 11 غياب روح. إذن بسم الله وعلى بركة الله الانطلاقات متواصلة مشاهدينا ومتابعينا الكرام مع فريق مسيمير في هذا المسار وبهذه الانطلاقة والاندفاع. هنشوف ونتابع معاكم هذه الاندفاع لفريق مسيمير. يلا يا فريق مسيمير، يلا يا فريق مسيمير، شوف ما شاء الله تبارك الرحمن، شوف هذه الانطلاقة، شوف هذا الأداء، شوف هذا الأداء وهذا المسار والتوقيت الزمني لحظة الوصول 24-600 الطير ما ثبت بثامر لا خذ يمين خذ يسار شو رب صلى الله يستر ما يحب صار ربي يقبض بس لا يقبض إن شاء الله قريب هذا قريب قربت الصفحة أبو ثامر صحيح بس حط لحظة الصفحة الأولى حط 11 غياب
متشمت في الشباب اللي ما جاوا ولا فرحان ما حضروا ولا شو الوضع بدامر؟ ودنا نشوف ترى حماد في المسابقات دائما ترى يعني اكون معك صريح غياب شخص في مصلحه لشخص ثاني في جميع البطولات او ممكن اسم كبير اللي موجود أيوة. ما حضر طيره مريض شيء لا ما جهز طيره 100% صحيح محسوبه علينا اذا هد وما وما وما, وما صار شيء اي انا قلت لحماد بهد ما ابي فلان موجود فلان ودي انا لحالي عرفت غياب نسوي له مسابقه بروحه لا غياب لصالحي حلو بنشوف الحين المتسابق اللي بعده بندية اعتقد ولا لا رقم 30 بنشوف الحين نعم عبد الله بن عامر الله يوفق اي ولده هذا واحد العيال الله يوفق اللي هد ولده اتوقع ولده او ولد اخوه الرجل هذا كان معانا في صقار الواعد وصقار الصغير اللي مسابقتهم بكره هذا اللي يفرحك في البطوله حماد صحيح هذا اللي يفرحك الشباب والجيل الصاعد هذا اللي يسرج قلبك ويسعدك هم متواجدين صحيح. ومهتمين صحيح وبينهم منافسات يا ابو صحيح تحدي ثامر. صحيح نشوف الانطلاق الان ما شاء الله اللهم صل على محمد اذا مشاهدينا متابعينا الكرام وصلنا معكم الى عبد الله بن عامر بن محمد بن ديه الكعبي في هذه الانطلاقه ايضا احد الابطال احد الاشبال هو من تواجد في هذا السناح اليوم شوفه بارك الله فيه شوف هذه الانطلاقة مشاهدينا متابعينا ما شاء الله تبارك الرحمن ولا إله إلا الله رجل المفاجآت رجل خطير بو عامر خطير بو عامر خطير بو عامر نشوف الانطلاقة نشوف التوقيت بو عامر 23 700 شلون التيم بو عامر جيد صار بخطيم 23 300 هذا 23 700 لا فرصة في فرصة يعني أنا أتكلم على الطير خليك في فرصة للتأهل أبي تأهل 23 700 أبي تأهل أي طير 23 بالذات خلي 22 20 تقريبا خلاص أتوقع أضمن أول صحيح تأهل. الله أعلم عاد باقي صار المخديم عقب دكتور عقب خلف نشوف هذا أيوة دكتور موجود اول رقم 31 يا مرحبا سجل يا حماد يا مرحبا يا ابو خجيم الله يوفقك نبي ادون نبي 23 فلات الله يوفقك ان شاء الله مو متشجع الدكتور نظرته للطير فيه يأس اخر بشقل ابو خجيم اخر بشقل اخر زب الله يوفقك إذا مشاهدينا متابعينا الكرام هذه أيضا انطلاقة من انطلاقاتنا مع كردش رسالم بن خجيم بن علي العذبي نشوف ونتابع هذا المسار نشوف انطلاقة كردش لأبو خجيم في هذا المسار وفي هذا التحدي يلا يا أبو خجيم شوف الانطلاقة شوف ونتابع معاكم هذا المسار وهذا التحدي مع أبو خجيم وكردش توقيته 27 ونقول لكم عوض خير 27 ممكن يتأهل لا مستحيل حماد قول يا رب لا 23 300 حلو الله الدكتور الله الانطلاقة الستارت شوف هني ارتفعوا وخذ يسار بغي يدخل عندنا الاستوديو انت حماد الحين لك 90 سنه معاه تطلب ان الطياره ما يرتفع والحين 23 300 يلا يا كريم شوف انا وانت وخذليني من الاستوديو بغي يدخل عندنا الاستوديو بغي يدخل الاستوديو لا كردش بعيد كردش لا ولكن الى الان 23 300 ممكن ابو خجيم انه يصمل ها ما اقول ان شاء الله لو يقدر العاشر يتاهل ان شاء الله بإذن الله لو العاشر يتاهل انا اعتقد انجاز عندي على الاقل يدخل النهائي صحيح نبي نشوفه في النهائي صحيح نشوف 21 خلف بالمقرن بالجميسي
إذن مشاهدينا الكرام، الانطلاقات متواصلة مع هذا البطل أيضا أحد المشاركين، خلف المقرب وخلف المقرب الكبيسي. ننتظر هذه الانطلاقة، ننتظر هذا المسار في هذه البطولة، بطولة اليوم الوطني للصقور. نعم، كل الصقاقير اليوم مشاركين في هذه البطولة اللي تعني لهم الشيء الكثير. نشوف ونتابع مشاهدينا الكرام انطلاقة خلف المقرب وخلف المقرب الكبيسي في هذا المسار. نشوف ونتابع معاكم هذه الانطلاقة، نشوف المسار ونقول إن شاء الله يلا كتعينا، يلا كتعينا في هذا المسار وهذا التحدي. يلا يا أبو مقرب، يلا يا أبو مقرب، الطير غير مستقر، أتمنى لك التوفيق يا أبو مقرب. نشوف لا ارتفع ارتفع خديمين وارتفع والتوقيت 28 100 معاوض خير. الطير ما ثبت يا ابو ثابت، خذ يمين وارتفع الله يعوضه ان شاء الله في مرلي. خلاص البطوله على وشك، خلاص هذا الاخر، اخر البطولات قبل مرمي. صحيح، لو يرتفع شيء بسيط أجزاء من الثاني محسوبة عليك يا حماد في ارتفاع الطير، أو انشط يمين أو يسار أجزاء من الثانية تأثر عليك، صعب تأهلك أو ظهرك من وفي هالهواء صعب يعوض. صحيح صحيح، إلا الطير طبعا ما شاء الله اللي جناحه يقولك لا وخر. الله يستر الخير إن شاء الله. ضابط بن محمد، ضابط مميز في هالشوط هذا وتأهل معانا كأول في بطولة الصفري. شوف ضابط الله يوفقه إن شاء الله. إذن مشاهدينا الكرام، نتابع معاكم هذه التحديات والانطلاقات. وصلنا وياكم إلى المتسابق رقم 33، ضابط بن محمد بن مهنا الضابط الدوسري. يلا يا أبو محمد، هل خريف في الانتظار؟ الربع هناك يطالبونك بأداء، يطالبونك بحدث عنا. إذن بسم الله على بركة الله مشاهدينا متابعينا الكرام، نشوف ونتابع هذه الانطلاقة مع ضابط بن محمد بن مهنا الضابط الدوسري. يلا يا أبو محمد، يلا يا أبو محمد، انطالبك بتوقيت، انطالبك بتوقيت في هذا المسار، والطير مساره غير مستقر. ونتابع ونشوف معاكم حتى لحظة الوصول والتوقيت أيضا الزمني، لحظة الوصول ما شاء الله تبارك الرحمن، التوقيت الزمن 24 بعيد 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 ما يهلك. بس الطير طير ما ثبت، جناحه ما شاء الله قوي، طير مرشح، لكن شوف خلينا نقولها بأمانة تفضل، انهدت بعض الطيور وزاد الهواء. الطيور المرشحة القوية سبحان الله الهواء لعبها. صحيح صحيح، ولكن هذه توافيق عند رب العالمين، ما نقدر نتكلم فيها ولا احد، لا لجنة تقدر تتكلم ولا احنا ولا غيره ولا حتى الصقار. صحيح، اللهم صواديف. صحيح، هذا مكسوب. احنا اهم شيء، اهم شيء عندي هذا اليوم الدكتور يتأهل، اهم شيء يا حمان. بتحقق امنيتي يعني والله ودي حفظ مغامر. الحين احمد بن عبد الله الخاطر، الخاطر اللي هد محمد بن حمد وعبد الله اليوم موجود ودائما مرشح بها الشوط هذا. خلنا نشوف فهد، شوف ترتيب الدكتور، بيعطينا الدكتور بعد. خلنا نشوف الحل لحد الآن. أنت اختصرت الدكتور خلاص ها؟ الدكتور أبو خجيم البروفيسور بعد يستاهل عبد الله خجيم الخامس للحين زين. الله يبشك الله شوف انطلاقه، الله يبشك بالخير يا فهد. إذن مشاهدينا ومتابعينا الكرام، هذه انطلاقة من انطلاقاتنا المسائية مع أحمد بن عبد الله بن محمد بن فهد الخاطر في هذا المسار. يلا يا الخاطر، يلا يا الخاطر، مشاهدينك محبينك في انتظار أداء، في انتظار توقيت، في انتظار حدث مع أحمد بن عبد الله الخاطر ما شاء الله تبارك الرحمن. نشوف ونتابع الانطلاقة، نشوف الأداء، نشوف التوقيت، نشوف التوقيت، لحظة الوصول 24 400. مع المسار ممتاز أبو غامر، جناح ممتاز، لكن طير ما قطع.
حماد يا اخي الطيور يعني انجحدت، الطيور تعبت على كثر المسابقات، عدم الراحه. ممكن في اشياء يعني، وانا اشوف انطلاقته جيده، مساره ممتاز، مسار ممتاز ما مرتفع ما شاء الله، يبين شفت يبين الطير عديد واموره طيبه ويطوي ويروح، ولكن 24 بعيد، اي بعيد 24 بعيد، 23 يمكن العاشر 23 800 العاشر. اهم شيء، اهم شيء انا عندي خل العاشر الاول، اهم شيء الدكتور لازم نفرح له اليوم يا اخي على الاقل لك 10 سنين على الاقل انجاز مستاهل مره. الله يوفقهم كلهم ان شاء الله. والله 23 300 ابو خجيم الى الان، والخامس فريق لوسيل وصل 35. شوف خف الغياب زاد الهواء لا الحظ طاب حظك صراحه الهواء هذا بيعود علينا من الاستديو صدقني سبحان الله. بسم الله على بركة الله مشاهدينا ومتابعينا الكرام، انطلاقة لفريق لوسيل مميزة في هذا المسار ما شاء الله تبارك الرحمن يا فريق لوسيل على هذا الأداء وعلى هذه النوعيات اللي تقدمونها. نشوف ونتابع معاكم، نشوف ونتابع يا مشاهدين يا متابعين يا محبين هذه الرياضة. نشوف لوسيل يا لوسيل، لوسيل يا لوسيل، لوسيل يا لوسيل، فريق مميز. نشوف التوقيت أيضا المميز لحظة الوصول 23 ما شاء الله يا فريق لوسيل على دورة الهواء اللي هدوا فيها. سبحان الله سبحان الله، حماد لاحظ شايف سبحان الله الطير المرشح يدور عليه هواء ما شاء الله، يعني هذه ما نقدر نتكلم فيها ابو لا لا صعب ابو ثامر صعب، يعني مرة مرتين ثلاث أربع خمس لا إله إلا الله. الحين شو الحين يخف الهواء، خذ خذ الخامس من ابو خجيم. من هو الطير هذا؟ لوسيل، لوسيل يا الله يسرع الدكتور سادس بدل عادة تنازلية المشكلة باقي عاد باقي تقريبا 20 طير أو أكثر الحين كذب الدكتور يقول إن شاء الله كلهم غايبين الشيخ عبد الله الشيخ عبد الله بن جاسم الإبراهيم المهندي الطير رقم 36 والهواء إلى الآن مستقوي يا أبو ثامر. لا والله كنت أرخى سبحان الله لا إله إلا الله بسم الله على بركة الله مشاهدينا الكرام، الانطلاقات متواصلة، وصلنا معكم إلى متسابق رقم 36 عبد الله بن جاسم بن عبد الله الإبراهيم المهندي. نشوف نتابع هذه الانطلاقة ونشوف المسار. يلا يا أبو جاسم، يلا يا أبو جاسم، نشوف ونتابع، شوف التوقيت، شوف الأداء، شوف الانطلاقة مع عبد الله بن جاسم بن عبد الله الإبراهيم المهندي. نشوف لحظة الوصول والتوقيت الزمني 24 100 24 خلاص صار بعيد صحيح خلاص نتكلم احنا نتكلم في 23 دكتور 23 800 العاشر الى الان، ولكن باقي طيور، باقي طيور واسماء قويه جايه صحيح. الله يوفق تذكر حماد أول يوم؟ لا يوم تركي بالريمان نعم تذكره؟ صحيح أول يوم؟ صحيح كان العاشر العاشر العاشر، ولكن صمد 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 إلى طلع. الله يعوضه إن شاء الله، الله يعوضه بالريمان إن شاء الله حضوره صحيح مشاركته مع ربعه صحيح.
والله باقي اسماء قوية. الله يستر على الدكتور يا حماد. باقي أكثر من البروفيسور مو دكتور وخباب. خباب مرشح دائما فوق العادة. بس خل فهد معانا دايركت. اي طبعا موجود. لا فهد موجود معطيك كل شيء. الحين السادس ها؟ السادس الى الان. اوكي خليك معانا شوف الخباب. اذا مشاهدينا الكرام نشوف هذه الانطلاقة مع محمد بن خباب بن مقرن بن محمد النعيمي. ما شاء الله تبارك الرحمن يا ابو خباب. نشوف هذه الانطلاقة ونشوف الاندفاع ونشوف الاداء نشوف المسار مع بن خباب. بن خباب يا بن خباب دائما ما يفاجئنا ابو خباب. شوفوا نتابع التوقيت ما شاء الله تبارك الرحمن 23% تستاهل ابو خباب. خلنا نعطي حقه خلنا نعطي حقه ما شاء الله. ومعنا الهواء الى الان مستقوي. نعم وخذ يسار والهواء الى الان مستقوي ولكن ابو خباب ما شاء الله دائما عنده شيء مميز في اي شوط يدخل فيه. خباب من الاسماء الملفتة للنظر من اول بطولة الى الان. صحيح على مستوى البطولات كلها 23% مقدمة الصابع. صح يا فهد مقدمة الان الصابع. انا حمادي اذا ما تأهل الدكتور اليوم انا مو بياي خلاص. لا لازم يتأهل اليوم. طير رقم 40 الشيخ جاسم بن مبارك الاحمد الثاني. ايوه حماد لحظه يا ابو خباب. بسم الله على بركه الله. مشاهدينا الكرام في هذه اللحظات نشوف نتابع معكم هذه الانطلاقه مع الشيخ جاسم بن مبارك بن عبد الله الاحمد الثاني. نشوف نتابع هذا المسار وهذا الاداء. يلا نشوف نتابع. يلا التوقيت ما شاء الله تبارك الرحمن. نشوف الاداء نشوف الاندفاع نشوف الطلاقه. طلاقه مميزه مع الشيخ جاسم بن مبارك بن عبد الله الاحمد 22 ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. الشيخ عبد الله بن مبارك يستاهل 22. دخلنا في رات 22 قلنا 22 يعتبر ما يتعب نفسه يكون متاهل الا اذا جديد طبعا. لكن الاسماء الكثيره موجوده 22 900 مميز التيم والطير ما شاء الله عليه. جيد بأمانة هدته ومساره وجناحه وقاعد أشير لكم عليه في الاستديو يقول لكم الطير. صحيح شوفه 22 900 معناته الدكتور كم صار؟ ثامن. والله يا أخي هاي ما أحد الله ثامن مشكلة. باقي يعني 41 لو سيء أشارك 2 4 6 8 10 12 14 16 17 طير. وشوف فريق الوسيل اطلب له حفاد اطلب حق الدكتور اطلب له يا اخي. فريق الوسيل 41 ما اقدر ربع بعد يستاهلون اللي تاهلون. انا قلت لك امنيتي اني اشوفهم متاهل في النهائي. لا خلاص الامنيه انا اقول لك انا بس حق 19 اذا جت 19 بيتاهل سالم. شوف الان الانطلاقه بسم الله على بركه الله. مشاهدينا الكرام فريق روسيل احدى الانطلاقات القويه المميزه اللي عودونا عليها فريق روسيل. نشوف نتابع مسار الطير غير مستقر لكن نشوف نتابع ان شاء الله يرجع للمسار بهذا الاداء. يلا يا فريق روسيل يلا يا فريق روسيل يلا يا فريق روسيل. نشوف نتابع هذا الاداء وهذا المسار مع فريق روسيل والتوقيت الزمني 23 400. 23 400 فريق الوسيل. لا حماد هذا ما طلع. لا إله إلا الله. 23 400 لا مخجيم 23 300 إلى الآن الثامن. حد قول قول الدكتور خلاص. دكتور طاف طيرة 23 400 أتوقع في العشرة. لا في العشرة لا صحيح في العشرة إلى الآن. من الجاي 12 دكتور
هو ترى مدير البطولة بخجي مدير البطولة دكتور 23 43 الطير 43 الشيخ جاسم بن مبارك الأحمد الثاني بالتوفيق إن شاء الله. بسم الله على بركة الله مشاهدينا متابعينا الكرام نشوف هذه الانطلاقة نشوف هذه الاندفاعة مع الشيخ جاسم بن مبارك بن عبد الله الأحمد الثاني نشوف ما شاء الله تبارك الرحمن على هذا الأداء وعلى هذه الانطلاقة ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ولا إله إلا الله على هذا المسار وهذه الاندفاعة ما شاء الله تبارك الرحمن. نشوف التوقيت نشوف التوقيت نشوف التابع التوقيت لحظة الوصول 23 800 توقع في ريت العاشر في ريت 11 في الأخير بنشوف التيمات 23-800 أعتقد 11 والله أعلم لأن العاشر بعد 23-800 العاشر 500 العاشر العاشر 23-500 لا ما 800 بعيد 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 الثامن 23-800 23-300 الثامن الله يوفقك إن شاء الله آمين يا رب. حالياً أوكي غياب ثلاثة أعتقد عندك مشكلة مع الغياب لا لا لأن لصالح المتسابق حماد أكون معك صالح أبو خجيم الدكتور لصالح أي متسابق كل ما خف عدد المشاركين وأنا في نظام العشر الأوائل لصالح الغياب عشان ما حد ينافسني. هذا شوف الشريط اللي تحت فريق النخبة الأول إلى الآن النخبة الثاني فريق مسيمير الثالث حمد بن عبد الهادي بن نايفة الرابع فريق الوسيل الخامس الشيخ جاسم بن مبارك الأحمد الثاني السادس محمد الخباب نشوف بعد فريق الوسيل 48 إذن بسم الله على بركة الله مشاهدينا الكرام انطلاقة فريق لوسيل في هذا المسار. يلا يا فريق لوسيل نشوف نتابع هذه الاندفاع نشوف الانطلاقة مع فريق لوسيل لوسيل يا لوسيل لوسيل يا لوسيل مطالبين يا فريق لوسيل بتوقيت مميز بتوقيت قوي. يلا يا فريق لوسيل نشوف نتابع لحظة الوصول 23-600 معوضين خير يا فريق لوسيل العاشر 23-500 المتسابق اللي بعده حمد بن عبد الهادي بن نايف سبحان الله لا إله إلا الله. الحظ من أمس يا بن نايفة ما هو ذاك الحظ من إن شاء الله الحظ زين إن شاء الله إن شاء الله. بسم الله على بركة الله مشاهدينا الكرام هذه انطلاقة هداد لحمد بن عبد الهادي بن محمد بن مبارك بن نايفة. يلا يا أبو عبد الهادي مع هداد في هذا المسار هداد 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 خطر على التوقيت يهدد التوقيت هداد نشوف اندفاعة هداد ما شاء الله تبارك الرحمن.
مستمرين معكم مشاهدينا الكرام لحظة وصول هداد 24600. 24600 معنا الانطلاقة جيدة والمسار ممتاز، ولكن دار الهوى يا ابو ابو ثامر ويا ابن نايفة الحظ من امس على 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 ثلاث رموز في الهجن من نايفة الثاني، ثلاث اشواط ثلاث رموز الثاني، الحظ من امس ومن اليوم، ولكن معوض خير وعندك بير متأهل ان شاء الله وفي النهاية نشوفه. انتظار المتسابق اللي بعده. شوفك حماد ملت الهجن بسبعة الهجن ما نقدر. لا لا ما يصير، لا احنا نديك ما 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 انت خلط على عمرك دي الشرف، الشرف كلنا 51 فريق النخبة باقي سبع طيور اربع غياب سبع طيور باقية والرجال الثامن الحين فريق النخبة. إذن مشاهدينا الكرام في انتظار هذه الانطلاقة حامل الرقم 51 فريق النخبة الكشف، انتظار هذه الانطلاقة مع القطاوي. إذن بسم الله على بركة الله مشاهدينا متابعينا الكرام، انطلاقة قوية انطلاقة مميزة مع فريق النخبة. نشوف نتابع نشوف نتابع هذه الانطلاقة ونشوف تغيير المسار وإن شاء الله يرجع للمسار. نتابع معاكم هذه نشوف التيم، لان الشاشه 23 كم يا الربع ثلاثة وعشرين ميتين فريق النخبة 23200 الله يثبته يا رب يا ما ادري نطلب الربع الباقي ما تكفى اطلب ما اطلب حبات بخجيم بخجيم تكفى يا الربع سحبوا بخجيم التاسع الى الان فريق النخبه اداء بس عند الشاشه، ولكن فريق النخبه طيرين الان متاهلات 22 23 200 دكتور الآن التاسع حماد توقع شعور الدكتور الحين بثامر احنا كنا انا دائما كنت لما اقدم ابو خجيم اتكلم الخبير الفني والاستراتيجي في الميدان وفي مجال الدعو من يعني من ايام الغوص أبو جيم خبير في اللي نبينا ودنا نشوفه في النهاية. أنا ودي خاطري أشوفه، أنا ودي ولكن ما حصل لي، أنا ودي الحين أنت وأنا كلنا ودنا الحين التاسع أبو جيم وباقي ستة طيور. إذن مشاهدينا الكرام الانطلاقات متواصلة، نشوف نتابع معكم هذه الانطلاقة في هذه اللحظات. ما شاء الله تبارك الرحمن، نشوف نتابع هذا الأداء هنا في الميدان، نشوف نتابع عبد الله بن سعيد انطلاقة عبد الله بن سعيد مع طواري، من يقدم طواري ابو سعيد ما شاء الله 23 100 يا عبد الله يا ابن سعيد 23 100 يا عبد الله بن سعيد ما شاء الله على الاداء وما شاء الله ابو سعيد ما يعني ما نتكلم عن طيورك وحضورك دائما في الاشواط هذه ممتاز جدا بامانه ابو سعيد صحيح. شوف الانطلاقه والرفسه ما شاء الله على الطير اللهم صل على محمد ما
انطلاقته ومساره، رغم انه في داير هوا بعد، ولكن ما شاء الله عليه 23 100. فهد فهد اخبار الدكتور؟ دكتور دكتور بيعطينا فهد، مخرجنا فهد العنزي بيقول بيعطينا التيمات بعد نشوف. الزم طير رقم 53 انطلاقة مميزة لفريق الزم في هذا المسار، ما شاء الله تبارك الرحمن. الزم يا الزم، الزم يا الزم، نشوف نتابع هذه الاندفاع. هذا ابو علي، نشوف ابو علي بعد نتابع ابو علي حاضر بقوة في هذا المسار مع هذا المسار. يلا يا فريق الزم، يلا يا فريق الزم، يلا يا فريق الزم، يلا يا فريق الزم، نشوف نتابع لحظة الوصول والتوقيت الزمني لفريق الزم 23 200. زلقت زلقت يا ولد، ثلاثة وعشرين يا بعد حي، 23 200. معول خير، معول خير يا ابو جيم، معول خير فهد الدكتور شنو، عوض خير ابو جيم، عوض خير ان شاء الله. هو يطلع، يطلع ان شاء الله في مرمي. خلاص خلاص محمد، لا اله الا الله. اذا مشاهدينا الكرام نشوف نتابع هذه الانطلاقه ايضا مع فريق لوسيل في هذه اللحظات. فريق لوسيل نشوف الإثارة، نشوف التحدي، نشوف السرعة في هذا المسار. يلا يا فريق لوسيل، ما شاء الله تبارك الرحمن، يلا يا فريق لوسيل، نشوف نتابع هذا المسار وهذا التحدي مع فريق لوسيل، ونشوف التوقيت الزمني لحظة الوصول 22 800. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله يا فريق لوسيل، ما شاء الله 22 22 فريق لوسيل مميزين بأمانة. باقينا آخر، باقينا صمل، هو لا صمل آخر آخر طيرين يا أبو ثامر. والله والله صمل أبو خجيم صراحة على الأداء اللي شفناه، يعني كان ممكن من الثالث، كان ثالث أبو خجيم، كان ثالث إلى 12. كم طير باقي؟ أنا مالي نصيب أشوفه في النهاية. كم طير باقي؟ باقي طير آخر طيور اليوم، فريق آخر طير؟ فريق مسيمير الآن، مسيمير وهو الحين 12؟ والله صمم الحين بغالي 13. فريق مسيمير، لا 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 خلاص، أبو خجيم دائما وأبدا نتعلم منه أستاذ. لا بالعكس، ولكن إحنا ودنا نشوفه في نهائي، ودنا نشوف هذا اللي هذا الامنيه، ونشوف فريق مسيمير فينا الناحق. اذا مشاهدينا الكرام الانطلاقات مستمره في اخر انطلاقات هذا المساء مع فريق مسيمير. يلا يا فريق مسيمير، نشوف نتابع هذه الانطلاقه، نشوف نتابع هذا الاداء في هذا المسار مع فريق مسيمير، والتوقيت الزمني 22 800. 22 800 ما شاء الله يا فريق مسيمير، فريق انا تكلمت فيه من 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 اول البطوله هذه والبطوله اللي قبل، ان فريق بدايته كانت تجهيز في صفيري في صحيح في راس لفان، ولكن الان طيور ما شاء الله مميزه، ونشوف التيمات ومنافسين بقوه لما هو قادم الى الوصول الى المعترك الكبير مرمي. شكرا لمعلقنا المميز دائما عدنان الفهري، شكرا لك بيض الله وجهك، يعطيك العافيه. وشفنا اليوم الفروخ ابو ثامر، يعني ادائها، شوف نقول في افضل، صح صحيح نقول في افضل، ولكن على الاجواء على اجواء اليوم سبحان الله الهوى و20 غياب اليوم ابو ثامر. وجاني خبر الحين من مخرجنا عيسى صليطي، ايوه، ان ابو ثامر عنده معلومات كثيره عن عن الفرق. راح اتكلم الان، الاول فريق النخبه 22 300، صادم سمير 02، فريق مسيمير 22 300 23، محمد عبد الهادي بن نايف الثالث 22 477، فريق لوسيل 22 700،
فريق مسيمير 22500 ما شاء الله فريق مسيمير. الثاني والخامس فريق مسيمير دخلوا في الخمسة الأوائل. حمد عبد الهادي طبعا دائما مرشح. فريق الوسيل السادس الشيخ جاسم بن مبارك الأحمد الثاني 22900 محمد بن خباب 23100 فريق الوسيل 23100 عبد الله بن سعيد 23148. يعني كان شفنا التيمات شفنا الوضع بشكل عام. وثامر لبيك بأمانة واحنا نقولها على الهواء والكل يسمعنا، كانت في طيور مرشحة وطيور قوية كان ممكن اليوم نشوفها في الترتيب الأول والثاني والثالث. صحيح. ولكن صواديف الهواء وقت الهدد هم بالذات نفس المتسابق ونفس الطير. صحيح. اللي كنا يعني معطينا احتمال او انه يعني محسوب والكل يحسبه في الحساب، سبحان الله يدور هواء عقب ما يهد يجي المتسابق اللي بعده يخف الهواء. هذا انا اقول عامل الحظ التوفيق. يعني شوف نكون صريحين، حماد الله يمسي عليه بالخير اخوي سالم الدكتور ثالث كبدايه. صحيح. ثالث كان ثالث قدر الله ما شاء فعل. بدأ الطيور اللي بعده تجيب اثيام افضل من افضل الين يعني تصدق ابو ثامر هو كان ثالث وانا كنت مجهز بقول شيء لابو خجيم. نعم صحيح. كنت بقول سيكتب التاريخ هذا اليوم بارقام واحرف وتيمات من ذهب لتأهل أبو خجيم إلى النهائي الكبير. الدكتور صحيح. الدكتور سالم خجيم. ولكن صوادي من الثالث إلى الـ12 يعني، ومعناته في طيور قوية جات دخلت كسرت التيمات إلى 23200. سبحان الله الله يعوضه إن شاء الله السنة الجاية إن شاء الله. سالم عنده طبعا فرصة في فلنا إذا في الدعوة بدعوة أعتقد في مرة أعتقد. صحيح. بعوض خير طبعا بيكون موجود. ايه موجود. ابو خجيم ياما يا ترى على فكره في السنين اللي قبل ياما تاهل وصارت عنده مبيعات قويه يعني. صحيح. وباع طيور ما شاء الله بأقيام قويه بعد. وانا موجود. لأن انت موجود. انا موجود طبعًا. انا موجود ويوم تاهل طير عنده. صحيح. وابو خجيم بطل يعني بطل واستاذ ونتعلم منه دائما. شهاده نسيم مجروحه. بالضبط. اخو وعزيز واستاذ ودكتور. بس كان ودنا يتأهل. شوف حظ خل عاطفة حامد ودي أنا مثلا حماد يفوز مبارك يفوز سالم يعني ودي، ولكن هذه أرزاق ربي يوزعها. في 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 ثلاث بطولات سابقة أبو خجيم شارك في 4 فروخ. المسابقة هذه 3، المسابقة الجاية كل 2 كنسل هذا اللي راح. لا لا اللي طلع يسار عقب ما جوه. الله يوفقك. ايش تقول المساعد المخرج عيسى الصريطي؟ ايش بلا يقول ابو ثامر عنده؟ يقول ابو ثامر يقول عنده اخبار كثيره عن الفرق المشاركه، ولكن ابو ثامر ما تكلم ولا قال عن تجهيزاتهم وعن الوضع اللي بيوصلوا له في الى الى الى, إلى مرمي. هذه حماد انا ابي المشاهد الكريم يندمج يتابع يشوف ياخذ، لان لو قلت عن المعلومات عن تجهيز حماد وتجهيز فهد وتجهيز فلان خلاص خذ المعلومه ممكن ما يتابع. بالعكس احنا يشرفنا ان المشاهد وعبر قناه الكاس يتابعنا يشوف ياخذ من المحللين ياخذ من المذيع ياخذ من المعلق. وفرصه اذا علمت لا لازم قطرنا قطات يعني اصلا عارف الوضع شو. هذه قطه دكتور. عطنا الحصري عطنا الحصري عطنا الشغلات اللي تجهز المبيعات اللي صارت اكيد عندك معلومه. انا امر على الربع واسال وعارف توصلني بس ما تعلم. مو معلم عشان كذي يقولوا لك يقولوا بنقول هسه تعلم. بالذات تسمع حمود تعلم اليوم. الشوط بشكل عام ابو ثامر جيد جيد مع ان في هواء وكان هو. قلت لك وارجع واقول في اسماء كان ممكن نشوفها اليوم اول وثاني. صحيح. 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 وثالث، لكن الصواديف اللي على الجميع هذه لا هي عند لجنه ولا هي عند قناه ولا عند متسابق. هذه عند رب العالم عند رب البيت سبحانه عند الله سبحانه وتعالى. ونعم بالله من يدور سبحان الله زاد الهواء يخلص وما يرقم يخف الهواء. ارزاق مرة. وليش اقول لك حماد بالذات في الغياب بالذات هاي المعلومة بوصلها. الغياب إذا الكشف 57 متسابق حلو، لو
لو يوم سالم كان الثامن او الخامس زين حلو غابوا مثلا الباقيين 100% متاهل صحيح عرفت وبيوصل العدد احنا ما ودنا حد يغيب هذا معانا ابو ثامر الحين نشوف التوب 5 الخمسه الاوائل فريق مسيمير اللي تكلمت وقلت الحين لهم طيرين من الخامس الى الخامس والثاني صحيح و علي تطوروا مع أمانة في بطولتين ثلاث بطولات صخرات دخلوا في التيمات دخلوا في التأهيل الله يرحمه فريق لوسيل طبعا معروف. شوف فريق لوسيل وفريق ألزم أبو ثامر والنخبة وصلنا المرحلة أن ما عاد نقول هذا ممكن يتأهلون ولا دائما متواجدين في النهائيات ومميزين متشبعين في البطولة طبعا متشبعين ومارسين وإنجازات نستغرب إذا ما تأهلوا أصلا صحيح هنا الاستغراب الاستغراب إذا ما تأهلوا صحيح أو ما نجزوا ولا أن نرشحهم ولا لا لا خلاص أنا فرق هذه خلاص أتوقع أن من أول بطولات الجمعية القناص صحيح هم متواجدين إلى صحيح الآن والأسماء الموجودة بعد أبو علي والشباب اللي معاه عبد العزيز العلي وفي وعبد الوهاب بن عمير الله يوفقهم إن شاء الله الشباب مميزين دائما حماد على فكرة علي بغانم الله يمسيه بالخير أمسي عليه بالخير أنا قد حضرت له كنت في اللجنة طبعا وما زلت في اللجنة في الدعوة وكنت في الطلع وفي الهدد ومثلك عارف صحيح علي كبداياته علي بغانم الله يذكره بالخير ما له يعني ما تأهل كبداية واصل وكافح وتعب ترى ما يجي براحة وأكيد أنا كون فريق الآن مع ربعة أكيد أكيد فثمرة التعب أو خلاصة التعب بينت الحين آخر بطولة هذه التجهيزية اللي هي اليوم الوطني وعقبها مرمي إنجاز إنجاز لما تأهل إنجاز يا حماد وواجب علينا كمحللين يا حماد صحيح أن يعني نذكرهم وما نضيع حقهم موجودين حقهم نعطيهم حقهم أنا, 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 أنا اللي أتكلم عنه دائما أنهم موجودين شفتهم في أول بطولة ما تأهلت لهم طيور البطولة الثانية دخلوا في البطولة الآن اللي قبل مرمي ما شاء الله ونشوف الحين الفريق النخبة الأول صحيح هذا الطير صحيح اللي خذ الأول في التأهيل وطبعا راح يتغير أمور كثيرة في التأهيل في النهائي أكيد 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 طبعا أكيد. والطير هذا دائما مرشح حتى من صاحب عرمرم اللي هو حمد العرجاني يتكلم ان الطير هذا دائما مرشح ان شاء الله جعل تعبهم ان شاء الله ما يروح بلاش الله يوفقهم ان شاء الله بشكل عام فيه. بشكل عام شفنا شوط مميز ولا اروع بكره باذن الله تعالى ان شاء الله وعدنا ان الله يحيينا حياة صالحة ان شاء الله على الوقت ان شاء الله مرحبا بيض الله وجهك ابو ثامر يعطيك الصحه والعافيه مرحبا وباذن الله سنشاهد ابو خجين في احد النهائيات ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله قواك الله ابو ثامر الله يحييك حياك الله يا حماد اذن اعزائي المشاهدين بعد نهايه الشوط فروخ الحرار وصلنا معاكم للختام بكره عندنا البطوله الاهم والمهم اللي هي الصقار الصغير والصقار الواعد بنكون معاكم باذن الله تعالى ثنتين او ثنتين ونص على حسب الجدول اللي بيسوونها الجمعيه الى ذلك الحين تقبلوا تحيات مخرجنا المميز فهد العنزي والمميز ايضا المعد احمد فرج تقبلوا تحياتي في امان الله